مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن معلومات وحقائق عن كادي وجوجو، وعشان تعرفوا كل هالمعلومات والحقائق كملوا الفيديو معي للآخر. كادي وجوجو هم أحد اليوتيوبرز العرب الأطفال، ولأنكم طلبتوا منا بالتعليقات نحكي عن كادي وجوجو، رح نختص بفيديو اليوم بتعريفكم بكادي وجوجو، وراح نكشف لكم أسرارهم، فلو حابين تعرفوا كل هالأشياء، يلا خلوكم معي لآخر الفيديو. كادي وجوجو هم أحد اليوتيوبرز العرب من عائلة مكونة من 5 أفراد، الأم والأب وكادي وجوجو وسارة. أكبرهم كادي واللي بتبلغ من العمر 11 سنة، وما زالت بتكمل دراستها في المرحلة الابتدائية من عمرها، وهي من الطالبات المهتمة بدراستها جدا، وهي من أكثر الأبناء المقربة لوالدتها، فهي بتساعدها بكل شيء في البيت، مسلمة الديانة وبتعيش في القصيم مع عائلتها في المملكة العربية السعودية. بتحب الموضة والأزياء والشعر الطويل، وبتحب جميع الفصول وجميع الألوان، وبتحب أختها سارة بشكل كبير. بتحب أيضا مجال اليوتيوب والتمثيل. أما جوجو فهي الأخت المتوسطة لكادي، بتبلغ من العمر 7 سنين في الصف الثاني، وهي أيضا من الطالبات المهتمة بدراستها جدا، وهي مو الأخت الوحيدة اللي بتظهر مع كادي على القناة، بل سارة أيضا بتظهر مع كادي في الفيديوهات، وهي بتبلغ من العمر 2.5 سنين. وجوجو مسلمة الديانة أيضا، وبتعيش مع عائلتها في القصيم في المملكة العربية السعودية. بتحب المكياج والأزياء والموضة والألوان الفاتحة. ولما سألوا كادي وجوجو ليش والدهم ما بيظهر معهم على القناة، جاوبوا إنه والدهم ما بيحب الشهرة ولا مجال اليوتيوب، لكن في الفترة الأخيرة صار يظهر معهم دون إظهار وجههم. أما بالنسبة لمجال اليوتيوب فهم بلشوا على اليوتيوب بتاريخ 6/9/2018، يعني صار لهم ما يقارب في مجال اليوتيوب 4 سنين، ومحتواهم عبارة عن فلوجات وتحديات ومقالب ومقاطع تمثيلية، ومتابعينهم أغلبهم من الفئة العمرية اللي ما بين 5 سنين ل14 سنة. أيضا مو فقط سارة وجوجو وكادي اللي بيظهروا على القناة، بل أيضا الشخصية سيلينجينا واللي هي والدتهم، مثل الفيديو اللي ظهروا فيه هالأربعة بعنوان شوفوا سيلينجينا وش تسوي بسارة وجوجو تساعدها، وفيديوهاتهم بتحصد على أكثر من 400,000 مشاهدة، وعدد الإعجابات على فيديوهاتهم أكثر من 18,000 إعجاب، وعدد المشتركين في قناتهم أكثر من 2 مليون مشترك، وفيديوهاتهم بشكل عام بتحصد على أكثر من 1 مليار مشاهدة، وهم ما بيمتلكوا قناة واحدة، بل بيمتلكوا 3 قنوات، قناة كادي وجوجو وقناة كادي وجوجو 2، واللي بيبلغ عدد المشتركين فيها 943,000 مشترك، وقناة كادي وجوجو 3 واللي بيبلغ عدد المشتركين فيها 12,000 مشترك، ومحتوى هالقنوات جميعها عبارة عن فلوجات ومقالب وتحديات. بهيك بنكون انهينا هالفيديو لهذا اليوم. اذا بتحبوا كادي وجوجو اكتبوا لنا بالتعليقات، وشكرا لمشاهدتكم. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد.